حبيت أشكركم على دعواتكم لي طول الفترة اللي فاتت، وبفضل دعواتكم الحمد لله ربنا عداني من اللي أنا كنت فيه. أشكر الجميع على دعمه لي منذ تعرضي للوعكة الصحية، وأتمنى أن أعود إنساناً طبيعياً مجدداً وأمارس كرة القدم مرة أخرى. هكذا كانت الكلمات الأخيرة لأحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 31 عاماً. رفعت تعرض لأزمة قلبية خلال مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، وظل في المستشفى عدة أشهر بين الحياة والموت قبل أن يتم إنعاش قلبه ويعود مرة أخرى للتعافي بشكل تدريجي. مسيرة رفعت لم تقتصر على الأرقام المميزة والتألق الفني مع الفرق التي لعب لها فقط، بل كان نموذجاً للاعب المحترف بالتزامه في التدريبات، وكذلك كان محبوباً من الجميع لأخلاقه العالية التي ساهمت في دعم الجميع له وقت تعرضه للوعكة الصحية. وعلى المستوى الفني، لفت رفعت الأنظار في صفوف إمبي قبل انتقاله للزمالك الذي حصد معه السوبر المصري 2016-2017 مساهماً في 7 أهداف خلال 26 لقاءً. ولم يقتصر تألق رفعت على الزمالك فقط، بل كان مميزاً مع مودرن سبورت وكان نجم الفريق الذي قاده لحصد كأس الرابطة 2021-2022، كما ساهم في 22 هدفاً خلال 46 لقاءً مع الفريق. وشهدت مسيرة رفعت محطة احترافية عندما تواجد في صفوف الوحدة الإماراتي، وشهد له الجميع بإمكانياته الفنية المميزة وأخلاقه التي جعلته واحداً من أكثر اللاعبين الذين ارتبطوا بجماهير الوحدة. وبين تألق ملفت ومسيرة جيدة شاهدة على أرقام مميزة والتزام وتفان في العمل، تودع جماهير الكرة المصرية واحداً من أكثر اللاعبين خلقاً وتميزاً في الملعب وخارجه. وداعاً أحمد رفعت.